خرج سليمان لأداء الصلاة فجاءوه بالصافنات الجياد، وسليمان كان من أهم أفرع أسلحته هو سلاح الفرسان، وأطلقها سليمان حتى توارت بالحجاب ثم عادت إليه سريعا. والعشي من زوال الشمس إلى الغروب، والصافنات الجياد يعني التي وقفت من الدواب على ثلاث قوائم، حيث عرض الخيل على سليمان فشغله عن صلاة العشاء. قال المفسرون وهي العصر، وقد توارت الخيل بالحجاب وغابت عن سليمان في المسابقة، فلما فاتته الصلاة قال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، يعني الخيل، وسماها الخير لأنها من جملة المال الذي هو خير. وقوله ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق فيه قولان: إن سليمان أكرم الخيل، والقول الثاني إنه ذبحها لئلا تشغله عن ذكر ربه. وظلت بلقيس في قلق وخوف من غدر أعدائها، فهي امرأة فوق عرش المملكة، والكل يطمع أن ينزلها من عرشها ليحكم سبأ. لماذا أنت حزينة يا مولاتي بلقيس؟ فلقد استتب لك الحكم. لا أدري يا حورية إن كان استتب لي الحكم أم لا، فعروة لن يقف مكتوف الأيدي. وماذا سيفعل يا مولاتي؟ كلنا معك. المرأة دائماً
تبدو في عيون الرجال ضعيفة هشة. ولكنك تحكمين يا مولاتي بلقيس. نظرة الرجال لا تتغير يا حورية، ولا أدري ماذا تحمل لنا الأيام القادمة. تحمل لك كل الخير يا مولاتي. أشك أن هناك شيئاً يجري في المملكة يا قائد منذر، خصوصاً بعد أن حاولوا قتلك. أنا أعلم أن هناك عدواً لن يصمت ولن يستكين حتى يستولي على حكم المملكة. ولما الصمت يا قائد؟ تحدث إلى الملكة بلقيس. يا عنبر، أنا لا أملك دليلاً واحداً يدين أحداً. يا قائد منذر، الوزير شرحبيل يريدك. ما بك يا امرأة؟ أولادي جوع وأريد أن أشتري لهم طعاما. ولماذا لا تذهبين إلى الملكة؟ ومن يسمح لامرأة فقيرة مثلي أن تصل إلى الملكة بلقيس؟ يا وزير شرحبيل، أين الفقراء والمساكين الذي كان أبي يرعاهم ويرسل إليهم الطعام والشراب والمال؟ اجمع لها الفقراء والمحتاجين في يوم قريب، أريد أن أسمع شكواهم وأعرف معاناتهم. سمعاً وطاعةً يا مولاتي. واجمع لها وزراء الصناعة والتجارة والزراعة، أريد تطويراً كاملاً للمملكة. أريد أن تصبح سبأ أقوى مملكة على وجه الأرض. وهو كذلك يا مولاتي. كيف نصل إلى الملكة بلقيس؟ وما الذي يمنعنا أن نصل إليها؟ لديها حرس وجنود. نحاول ونحاول لعلنا نصل إليها، فنحمل عن أمنا هم معيشتنا. أنا معك، لكن قل لي كيف؟ نذهب إلى القصر ونحاول أن ندخل بأي طريقة. وماذا لو عرفت أمنا؟ نحن نفعل كل هذا من أجل أمنا. معك حق. لقد جمعتكم لأمر جلل يا قائد منذر. أشعر أن هناك أموراً تنخر في المملكة. طمئن يا وزير شرحبيل، لقد ازداد قلقنا منذ دعوتنا. عروة يعرض علي خيانة الملكة بلقيس. كنت أشعر أن السهم الذي كاد أن يقتلني جاء منه. وماذا نحن فاعلون؟ نقوم بالقبض عليه فوراً. لا، اللعبة ليست لعبة عنف، اللعبة هنا
لقد بعثت له برسالة. رسالة؟ وماذا قلت له فيها يا وزير شرحبيل؟ أبلغته أنني معه. معه؟ ضد الملكة بلقيس؟ وأنتما أيضاً معه. ماذا يدور في رأسك يا وزير شرحبيل؟ لابد أن نقنعه أننا معه. حتى نعلم فيما يفكر فنقضي عليه بضربة حاسمة. إنها خطة عبقرية، ولكن ماذا لو علم بها؟ ومن أين سيعلم؟ لابد أن نكون أوفياء لملكنا الراحل وابنته. نحن معك يا وزير حتى نتخلص من عروة وحاشيته. سأبلغكم بموعد لقائنا معه. وحاولت بلقيس أن تطور سبأ لتصبح إحدى أهم المدن في العالم. تفكرين في المملكة أكثر من نفسك يا مولاتي. سيأتون كلهم راكعين أمامك يا عروة.